حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروه ان عائشه رضي الله عنها اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي احدى عشره ركعه كانت تلك صلاته يسجد السجده من ذلك قدر ما يقرا احدكم خمسين ايه قبل ان يرفع راسه ويركع ركعتين قبل صلاه الفجر ثم يضطجع على شقه الايمن حتى ياتيه المنادي للصلاه